تعالوا بقى نعمل برجر البنجر. فعندنا هنا بنجر مسلوق، زيت زيتون، بصل احمر مفروم، ثوم مفروم، كوسه مبشوره، جزر مبشور، هنا ده عيش قمح كامل واحنا مفتتينه زي ما انتم شايفين كده، حمص مسلوق، صفار بيضه، اللي عنده حساسيه من البيض ممكن يشيلها بمنتهى السهوله وهيمسك وهيبقى لطيف جدا برضو، علشان يعني فكرت دلوقتي لو حد عنده حساسيه بيض يعمل ايه، يشيل مفيش مشكله، ولو عندكم حساسيه قمح شيلوا كمان العيش وبرضو هيمسك وهيبقى حلو عشان الناس اللي عندها حساسيه. وعندي بقدونس مفروم. الصوص اللي هيتقدم جنبه هيكون عباره عن زبادي وزيت زيتون وخيار، ثوم مفروم، وعندنا عيش كايزر وخس وفلفل الوان وطماطم وسلايسز ليمون، دي كلها حاجات للتقديم مع شويه بطاطس محمره. طب اول حاجه هنعملها ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حمص انا هعمل كميه قليله جدا علشان انا عندي نسخه بصل، فعلشان ما نعملش كتير على الفاضي. كوسه، جزر، بقدونس، ثوم، ملح، فلفل، صفار بيضه، بنجر طبعا. بعد ما يمسك معانا هنقوم عاملينه على شكل برجر اهو. طيب هقول لكم كمان تركايه، لو لقيتوه بيغلبكم وانتوا بتشكلوه، شكلوه بكياس، يعني حطوا الكيس في ايديكم وشكلوا بكيس على ايديكم على الناحيه الثانيه او بلاستيك راب، هيبقى سهل جدا معاكم التشكيل، هيخش الفريزر وبعدين يطلع درزل كده من الزيت، واقوم بسم الله منزله البرجر اللي كله فايده، كله مواد غذائيه لولادنا، مش هياخد اي سوى على النار خالص، لونه حلو جدا اكن جواه لحمه، وهو تكلفته قليله جدا وقيمته الغذائيه عاليه جدا. طيب تعالوا بقى نعمل الصوص. ادي الزبادي، بسم الله الرحمن الرحيم، عليه الملح، معاه الثوم، خيار، وانا ما سبتوش في حاله الحقيقه، بقى زودت له واحده بنجر مسلوق ومبشور عشان ناخد اللون اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ده. شوفوا ازاي اللون عمل فجاه اهو اهو. فبقى سلطه زبادي بالبنجر، يعني دي ممكن تقدموها لوحدها من غير البرجر ده. تعالوا نشوف اخبار البرجر ايه هنا. بسم الله الرحمن الرحيم.